رجعنا معكم مشاهدينا بعد الفاصل، نستكمل فقرات حلقة الليلة ومعنا الفقرة الثانية وفقرة مهمة جدا. كل سنة تمر علينا فترة الامتحانات والصعوبات اللي تمر على الأهل وعلى الطلبة، التفكير، النفسية، أشياء كثيرة يحتاجها اليوم، تحتاجها الأسرة ويحتاجها الطالب لإنجاز هذه الامتحانات بالشكل الصحيح والنجاح. ومو بس النجاح، احنا دائما ما ودنا ان الطالب بس يفكر بالنجاح، ودنا انه يفكر بالتفوق، شلون يتفوق وشلون يحصل على اعلى الدرجات. حبينا نتكلم عن هذه الفقره في مع ضيفتنا الاستاذه احلام راشد الشمري، الباحث النفسي اول وباحث نفسي مدرسي وموجهه فنيه للخدمه النفسيه ومدرب معتمد في التفكير الابداعي وتنميه الخيال ومدرب معتمد في القيادة التربوية. مساك الله بالخير استاذ احلام، يعطيك العافية. يا هلا، مساكم الله بالنور، يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياك الله. قبل أن نبدا الحوار معك عندنا تقرير نشوفه ونرجع ان شاء الله الى الحوار. خلينا نشوف التقرير ونرجع معكم. الاختبارات على الأبواب، ولا بد من تهيئة الطلاب لهذه المرحلة التي قد تكون مشكلة بالنسبة لكثير منهم، إذ يرى كثير من الخبراء التربويين أنه يتعين على طلاب المدارس والجامعات اتباع إرشادات تعينهم على اجتياز فترة الاختبارات بسلام وتفاؤل، مؤكدين على ما للأسرة والمعلمين من دور فعال في هذه المرحلة لما لها من تأثير مباشر على الطلبة، حيث يحرص المعلمون على تشجيع طلبتهم وتبسيط المواد الدراسية بعيداً عن أي تعقيد. أما بالنسبة للأسرة فهي التي توفر لأبنائها الجو الإيجابي الخاص بالدراسة من تشجيع معنوي وتحفيز مادي والثناء على جهدهم وتقوية عزيمتهم وثقتهم بأنفسهم. والله لازم كالوالد والوالدة وهذا يعني هيئون عيالنا بشكل عام عن الدراسة والاستعداد وهذا، يعني لازم الكويتيين يشيلون الألعاب مع الألعاب السوالف هذه، يفشون عنهم يطلعونهم لهم بالويكند السوالف هذه، بشكل عام يعني هذا استعدادنا يكونوا موجودين في البيت، وأوقات اللي هو الترفيه حق الألعاب تقل الطلعات السفر على أساس إنه يكونون وقتهم كله منصب في الدراسة، وتكون وياهم يعني الوالدة موجودة معهم تابع دراستهم أول بأول على أساس إنه تشوف شنو الملتزمات، شنو الأشياء اللي يحتاجونها، تكون معهم موجودة يعني أول بأول. توفير الجو المناسب حق الدراسة أهم شيء، توفر له جو مناسب بالضبط مثل ما يقولون، تبلى العصير لي عنده، تبلى الأغراض اللي يبيها لي عنده، ان طلب مساعده تكون يعني اول من تلبي له المساعده انت، لان تبي منه شيء، تبي منه ينتج مثل الموظف مثل العامل، تبي منه ينتج لازم تدلعه، لازم تضبطه شوي على اساس انه يعطيك النتيجه ويعطيك ثمار التعب مالك وياه. ولا شك في ان الجانب النفسي له دور بارز وتاثير كبير في اختبارات الطلبه، حيث ينبغي الاهتمام بهذا الجانب وتوفير الاجواء الايجابيه المشجعه على الدراسه والابتعاد عن كل أمر سلبي قد يعرض الطلبة إلى التخوف من الإخفاق في الاختبارات. تقدر تقول لي سيستم معين يعني كشكل عام، لولوياتي أخلصها، أذاكر دروسي مبكر، أخلص شغلي مبكر على أساس وقت الاختبارات يعني أكون باستعداد تام حق الامتحانات الحمد لله. كنت من أرجع من المدرسة أكون له قاعد فترة الظهر مريح روحي، بس من بعد العصر تكون المراجعة للمغرب، والمغرب شوية تريح وردت لي شيء بسيط في الليل حق إنه يوم ثاني يكون صباح مهيئ نفسك على الاختبار نفسي. هو طبعا الاختبارات المفروض يكون إعداد مسبق لها، يعني ما أجي حزت الامتحانات وأقول بقدر أراجع مال سنة كاملة، تعب. لازم من بداية السنة أول بأول خلص مادة أدرسها، خلص مادة أدرسها، أتابع الدروس أول بأول، بتيلي فترة امتحانات ما أكون مضغوط، كل شيء عندي مسبق، مجرد إعادة على الموضوع والأمور طيبة إن شاء الله. ولا بد للطالب في فترة استعداده للاختبارات أن يستمع جيدا لنصائح الحريصين عليه والتي لها الأثر الكبير في إزالة التوتر والقلق وتحقيق الهدف المنشود من النجاح والتفوق بعد أشهر من الجهد والتعب. والله عسى الله يوفقهم
الله منها لعنة، ونشوف إن شاء الله عيالنا كلهم واصلين إن شاء الله. إن يهدون تلفون عنه، لأن التلفون والبرامج اللي عندنا السريعة اللي هي الواتساب والإنستغرام والفيسبوك هي اللي قاعد تشغل الطالب على الدراسة، يتركها على جنب ويحطها على دراسته لأن هي اللي بكرة بتشيله. طلب إن شاء الله يعني يحطون بالهم في المذاكرة، وحتى اللي طافه مثلاً فترة الدراسة إنه هو يحط بال الحين فترة امتحانات ما في شيء صعب، إنه هو يذاكر ويجتهد ومساعدة الأهل وياه، وبإذن الله إن شاء الله النجاح والتفوز. رجعنا معاكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير. أستاذة أحلام، يعني في الامتحان يكرم المرء أو يهان، هذه المقولة الشهيرة اللي دائم نسمعها في فترة الامتحانات، هل اليوم نعتبرها مواجهة مصيرية بالنسبة للطالب مع هذه الامتحانات، بحيث أنه يجب أن يقدم كل ما عنده للنجاح والتفوق في هذا الامتحان؟ في البداية أنا أسأل التوفيق لجميع أبنائنا بالنجاح والتفوق وأداء اختبارات بكل سهولة. بما أننا نتكلم عن فترة الاختبارات والخطة اللي لازم نحطها لأداء الاختبار، من المفترض أنها تكون من بداية العام، تكون بالمتابعة، بالاستذكار، بالدراسة، بأداء الاختبارات اللي هي الفترية، هذا كله ينصب بالأخير على فترة الاختبار النهائية. من الملاحظ أن أولياء الأمور هم اللي داخل، كأن هم اللي داخلين هذا الاختبار وليس الأبناء، يحاتون أكثر من الطلبة يعني، وتقريبا يكاد يكون هم حافظين المناهج أكثر من الأبناء. متناسين قدراتهم، متناسين إمكانياتهم. أنا هذه الخطة أحطها بالتدريج مع الطالب حتى أصل في النهاية إلى مستوى أعلى. شلون بالتدريج؟ بالتدريج أني أنا أبتدي أحط جدول، إذا كان الجدول هذا منظم من بداية العام يسهل علي الفترة أو أداء الاختبار بشكل جيد في هذه الفترات، ما تعتمد على فترتين. اللي هي الفترة الثانية مشترطة بدخول الطالب إلى حفل الفائقين، وليس ولا تشترط أيضا في الفترة الرابعة لكون الطالب راح يؤهل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فنلاقي الضغط هني. فأغلب البيوت أو أغلب الأسر من الملاحظ أنها تعلن حالة طوارئ، مما يسبب الضغط على الطالب. صحيح. بدل ما أنا أفخر في أنه يقدم الاختبار بكل أريحية، بكل ما عنده من طاقة من معلومات، ويحطها لي في ورقة الاختبار ليحصل النتيجة اللي هو المفروض يحصل عليها، هني أسبب له ضغط. فإحنا نتمنى ونتأمل أن هذا الضغط يخف، فما سلوكيات الأبناء الآباء تنعكس بالسلب أو بالإيجاب على الأبناء. كل سنة إحنا قاعد نقول يعني نوصي ونوصي نفسنا بعد، مو بس يعني الأهالي. نعم. والأسر بتخفيف الضغط على نفسهم وعلى الطلبة في وقت الامتحانات. نعم. علشان يقدر الطالب يؤدي الامتحان بالشكل الصحيح، وانت يا رب الأسرة الأب ولا الأم ما يعني ينتفخ عندك القولون ونفسيتك تتعب وتأذي نفسك وتأذي عيالك، يمكن حتى توصل ان انت تعب نفسيتهم وما يؤدي بالامتحان بالشكل الصحيح. صحيح. شلون نقدر اليوم نخلي هذا ولي الأمر يريح نفسه، يكون ريلاكس، مريح نفسه بحيث انه يعطي هالجو الجميل للأبناء وايضا له هو. نعم. اسهل وسيله هي تنظيم الوقت من خلال جدول معين. الركيزه الاولى عندي الطالب، بما فيه الطالب من قدرات، من طاقات، من امكانيات، هذا كله واحط له جدول، والجدول يكون انا قلت اراعي امكانيات الطالب وقدراته واستعداداته. احط له جدول منظم بحيث انه يكون فيه المواد، الساعات الدراسيه، ولا اقفل الجانب الترويحي والترفيهي للطالب. نعم. لما اي انظم هذه الساعات ارتبها، ما ارتب كلها ادبي، مواد ادبيه يليها مواد علميه، احط التنويع. نعم. واحرص على التنويع حتى يكون الجدول جاذب، حتى يكون في تسلسل للطالب في فكره في استرجاع المعلومه، تكون ماده ادبيه يليها ماده علميه. وكذلك اراعي اللغات، سواء كانت اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، أو إذا كان في المرحلة الثانوية أراعي اللغة الفرنسية إذا كان من الجانب، إذا كان هو في المجال الأدبي. نعم. هذا كله سهل علي وسهل على الطالب وسهل على ولي الأمر أداء الاختبار من غير أي مشاكل لا صحية ولا نفسية، والطالب يكون داخل الاختبار أو مذاكر مستعد ومتهيئ للاختبار بكل ما لديه من طاقة، وتكون الدراسة وناسة، ما تكون
الدراسة مجال ضاغط أو أني أسبب بالتالي مشاكل مستقبلا للطالب. يا حالات الكلمة لما تكون الدراسة وناسة فعلا هذه يمكن يفتقدها كثير من الطلبة عندنا في ظل ما أقول أن اليوم بينحشون عيالنا من المدارس، لكن يحتاجون إلى بيئة جاذبة فعلا في المدارس وفي التعليم. لكن شنو أهمية اقتران الخطة بتحديد الفروقات بين الأولاد يعني بالنسبة للمراحل الدراسية وبالنسبة للأعمار أستاذ أحلام؟ جميل جدا. من أبرز الأمور اللي للمفروض ولي الأمر أو مانح الرعاية اللي يعي فيها هي الفروق الفردية على اختلاف أبنائنا. نعم. من أشكال، من سمات، من ألوان، من أجناس. الفروق الفردية تفرق باختلاف هذا باختلاف سماتهم وخصائصهم. أنا أحط أو أضع اللي هو فنية الدراسة ومهارات وأدوات اللي يدرس فيها. في بعض الطلاب يعتمد على الخريطة الذهنية. احنا طلابنا بالبداية هم في نصهم حسيين، في بصريين، في سمعيين. نعم. انا راعي هالنقطة. بناء على ذلك انا احط الأدوات اللي انا ادرس فيها الأبناء. يعني بهالحالة لازم ولي الأمر يكون عارف ولده في أي اتجاه. لازم يكون واعي في هالنقطة، لابد انه يكون واعي سواء ولي الأمر او مانح الرعاية لأي ظروف الحياة مليئة. مو شرط انه يكون هو الأب او الأم. مع أن دورهم موجود إذا كانوا موجودين، وأنا أركز على الأثنين. صحيح. لا أقفل دور الأب القائب ولا أقفل دور الأم القائبة، الأثنين تواجدهم مهم. فمن هالنقطة أنا أضع خطة لمراعية الفروق الفردية لهم. في بعضهم من يعتمد على الألوان، في بعضهم من يعتمد على الصور، في بعضهم من يعتمد على الخريطة الذهنية، والخرائط الذهنية مهمة جدا، وأيضا الأنفوغرافيك هذه مهمة جدا في توصيل المعلومة ومراعاة الفروق الفردية. هذه الأمور لما أنا أوجدها أثناء الدراسة وقت الاختبار تصير سهلة الاستذكار. نعم. خاصة إذا أنا أشركت فيها الطالب وراعيت فيها هذه الفروق الفردية. من الفروق الفردية بين طلابنا من هو من يكون فائق، ومن هو من يكون من صعوبات التعلم، من هو من يكون بطيء التعلم. صحيح. متى ما كان لدى ولي الأمر وعي سهل عليه الموضوع وارتقى بأبنائه نحو أول شيء ارتقى فيهم نحو الطريق السليم، وإذا ارتقى فيهم ووصلهم نحو الطريق السليم فإن شاء الله فعلاً إحنا نقول التفوق والنجاح. هذه من الأشياء المهمة اللي المفترض صراحة أن الأسرة جداً وعلى رأس رب الأسرة سواء الأم ولا الأب أن فعلاً يكون واعي لأبنائه وتوجهاتهم وعارف حتى إمكانياتهم الدراسية. من المفترض إحنا عندنا المنحنى الطبيعي بهذه الطريقة، هذا المنحنى الطبيعي لجميع السكان أو لجميع هو معاك على الكاميرا يا ريت اذا توضحي لنا. اي احنا عندنا المنحنى التوزيع الطبيعي لدى السكان انه يكون هني الفئه العاديه. نعم. وبالاطراف يكون اما فائقين وموهوبين وتكون العدد يكون فيه قليل. نعم. بينما بالجانب الاخر ايضا المنحنى اللي نازل من هالناحيه تكون عندهم اعاقه ذهنيه. نعم. ابنائنا غالبا العاديين راح يكونون هني في هذه الفئه بالنص يعني. اي وهذا توزيع سكاني عالمي. نعم. بهالطريقة أنا إذا فهمت هذه الطريقة لا استحالة أني أركز جميع طلبة التعليم في هذه النقطة. نعم. هذا اللي يقول إحنا أهمية تحديد إمكانيات كل طالب وفهم في الفروق الفردية أيضا. نعم. لكن ليش تعد التنمية الدافع عند الطالب من الأشياء المهمة في الخطة الدراسية أستاذ أحلام؟ يعني اليوم هل نحتاج فعلا إلى أن يكون عندنا دافع لهذا الطالب أن ننمي هذا الشيء في داخله من أجل النجاح والتفوق؟ طبعا الدافع هو المحرك الأساسي لأي سلوك لدى الإنسان. نعم. وليتعرف الدافع أقول هو مجموعة العوامل الداخلية والخارجية لدى الطالب أو لأي سلوك للسلوك. كثير لما نروح نسأل أو كثير من يرد علينا من أولياء الأمور أو يمكن إحنا نعرف أشخاص يقول لك والله الطالب ممتاز لما يتحدى ممتاز لكن ما يعطي من نفسه، واحنا نسمعها وايد. نعم. سواء كان في البيوت يعني من الاقرباء او من المعلمين يمر علينا طلبه شطار يعني لكن شطار. يحتاج فعلا ان انت تتحدى علشان يطلع يقول لك او يقول لك المعلم لما تروح تقابله تساله عن الطالب. نعم. لو كنا احنا تربويين وموجودين في الميدان يقول لك انا هذه المساله اعطيتها معلم ما اعرف يحلها لكن اعطيتها الطالب حلها. صحيح. بس هو ما يعطي من نفسه، ما يعطي من نفسه يعني ما عنده الدافع.
فاحنا دائما ندرب هذول الطلاب اللي ما عندهم دافع، ندربهم على انه شلون يعطي من نفسه، شلون نوضح له اول شيء شنو ميوله، شنو هواياته، شنو عنده من قدرات وامكانيات تكون كامنه لازم تظهر. نحدد له الهدف، نربيهم، المفروض احنا نربيهم من وهم صغار ان شنو هدفك، شنو ودك تكون، الى 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 اي مرحله تطمح. يعني وندعم هذا الموضوع الى ان يوصل الى ما هو يريد. حتى يكون يعني جميل انه يكون ببال الطالب من هو صغير لما تساله شنو ودك تصير يقول لك والله ودي اصير الشيء الفلاني، يعني هدف، تحس انه فعلا عنده شيء داخله يعني، ونناقشه بالهدف ونسمعه ما يثني عليه ليش اخترته. يعني اي يعني بعض الدول مع يعني بعض الدول تحرص من هو صغير تنادي يا دكتور فلان، صحيح، يا مهندس فلان. فهذا ينمي عنده الدافع انه هو فعلا يوصل لهذه المرحله. نعم. مو لازم اخليه يحتك بموقف ضاغط او موقف ينكسر فيه ويحس من بعدها. نعم. ما بيأخسر، انا بطمح فيه وبطلع للاعلى. نعم. استاذ احلام، هل يلعب التفكير الابداعي دور في تنظيم برنامج دراسي مناسب للطالب؟ طبعا طبعا. شلون؟ كل ما كان البرنامج منظم كانت النتائج أفضل. منظم بحيث أنه يكون في أوقات دراسية، وفرت للجو الهادي والمناسب للمذاكرة، أبعدت عنه بعض الأجهزة أو نظمت، ما أقدر أنا أبعد كل الأجهزة. إيه صعب اليوم تبعي صعبة، لكن أختصرها، أخلي مثلا ساعة في اليوم، ساعتين، فتكون هي ومجال راحلة تنفيس يعني شوي. هذا هو، لازم يكون في تنفيس، لازم تكون في تهيئة. صحيح. ان انت مستعد الحين على اختبارات، وهذه الاختبارات لك، وانا فخور فيك ومتوقع وعطى التوقع الايجابي، عطى الدعم الايجابي، اعطيه الدعم الايجابي بحيث انه يقضي ساعات دراسيه باستمتاع، ان انا والله قدها، ان في بعض الحملات اللي تطلع انت قدها، انت كفو، يعني هذه تشجع الطالب وترفع من معنوياته. صحيح. لكن في بعض الطلبه يعاني كل سنه من فوبيا الاختبارات النهائيه، ويعيش فيها حالة نفسية صعبة، ويعيش اللي معاه بعد هالحالة. صحيح. شلون نقدر نتجاوز هذه الحالة؟ خلينا نقول نعالجها بعد بالمرة، إذا نقدر نعالجها، أو إن على الأقل نتجاوزها في فترة الاختبارات. أستاذ أحلام، هذه الفترة احنا نسميها قلق الاختبار، وهي تأثر سلبا على إنتاجية الطالب. تكون عنده المعلومة لكن خوفه، إن هو خوفه من الفشل، خوفه من العقاب، خوفه انه هو ما يقدر يؤدي الاختبار بشكل صحيح. تلاقي بعض الطلبه يكتب الاجابه الصحيحه ويروح يمسحها ويكتب الاجابه خاطئه، ولما يطلع ويراجع الدفتر فيقول لك لا انا كنت كاتبها صح لك للاسف مسحتها. صحيح. فهذه الفوبيا وهذا القلق احنا من البدايه نحاول نخففه كثر ما نقدر، نعطيه الدعم، نعطيه الثقه، نسمع كلمات طيبه، نثني عليه، هني يخف التوتر، نهيئ له جو دراسي مناسب. متى ما توفرت هذه العوامل ان شاء الله يدخل على الاختبار مرتاح. احنا نبي يثق بنفسه، وبنفس الوقت يثق بالمعلومات اللي درسها، وتتم هالمعلومات معاه في فتره الامتحان ما تروح منه. شلون نقدر نخلي يثق بنفسه وهالمعلومات ما تروح منه؟ الثقه بالنفس هي اعتماد، حسن اعتماده على نفسه. حسن اعتماده على نفسه هي العمود الفقري اساسا للشخصيه. متى ما كان الطالب أو أي شخص واثق من نفسه، وهو قاعد يكلمك، وهو قاعد يحاورك، تحس إنه هو قاعد ينجز أو تثق في كلامه. وإذا توفر الدعم للطالب، نعم، كانت أوفر عنده أدعم أول شيء، الدعم النفسي، أول شيء أدعمه نفسيا بإني أسمع كلمات طيبة، أثني على أدائه ولو كان بسيط. نعم. أنا لا أطلب منه المستحيل. صحيح. لكن احنا بالبدايه قلنا نراعي قدراته ونراعي امكانيته، بناء على امكانيته لو كان بسيط قدم لي الشيء البسيط انا اثني عليه، ممتاز، عفي عليك، حتى ابتعد عن كلمه ممتاز وجيد جدا، لانها الاسر للاسف إيه؟ لانه ممتاز وجيد جدا هذه دائما تقترن بالمعلم. نعم. لكن انا في البيت عفي عليك، مو غريب ان الاب او الام يحضن ولده، هو محتاجها في هاللحظه، ما اضغطه، ما اقول له للحين ما خلصت، باقي فصل، باقي هالكميه ما خلصتها، الوقت راح، راح تبقى تتراكم عليك لين ما اخلي تتراكم لاخر لحظه. للاسف في اولياء امور تلاقين يوم يعني اللي تطلع النتائج، لو الطالب او الطالبه ولده او بنته جايب 92 93 تلاقي حداد عنده.
أيه حتى ما يقول لا يعطيك العافية، لأنه هو وده يبي 99 أو 100%. هذا اللي أنا أول بالبداية قلت له، كأنه هو اللي داخل الاختبار. صحيح، متناسي الطالب. الطالب من حقه إنه يدخل ويفرح بإمكانياته. أنت أفرح لو كل ولي أمر أو كل مانح رعاية عرف نوعية الطالب اللي عنده أو نوعية ولده أو نوعية بنته، راح لما تيجي النتيجة يكون عارفها. لا يعلي المستوى أعلى ولا ينزل المستوى أعلى، يعطيه على قده، يكون قنوع. لكن ويكون قنوع. شنو أفضل وسيلة ترتكز عليها المذاكرة الجيدة؟ يعني لما نتكلم عن الأوقات مثلا، أفضل أوقات المذاكرة في قبل الامتحان، أيضا عدد ساعات، الأجواء اللي ممكن تتهيأ للطالب بحيث أن تكون مذاكرته جيدة وممكن هالمعلومات يكتسبها بالشكل الصحيح. هو لما أنا بتكلم عن الساعات هي تفرق. نعم. هي تفرق. المنهج ما شاء الله عندنا مليان. فهني على حسب، طبعاً أنا الحين كولي أمر راعيت استعدادات وإمكانيات الطالب وكل شيء. نعم. للطالب، عرفت هذا ولدي بإمكانياته هالطريقة ويقدر يستوعب شيء. أقسم هني المادة على حسب المنهج. ممكن أقسمها تعاريف، ممكن أقسمها علل مثل ما احنا نقول، أذكر السبب، إذا كان في صور ألحقها. فهني تعتمد على كل مادة وإمكانية الساعات اللي ممكن تحتويها هذه المادة بحيث أنه يفهمها وبسلاسة. نعم. ندخل الصور، علم الإنفوغرافيك وايد مهم، وأنا فعلا أتمنى أولياء الأمور فعلا يعرفونه. علم الإنفوغرافيك هو علم يجمع ما بين المعلومة والصورة. لما تكون الصورة موجودة والمعلومة موجودة سهل الاستذكار وقت الاختبار، وهذا للعامة. الخريطة الذهنية أيضا، الخريطة الذهنية تكون صفة الطالب نفسه، هو الطالب يصنعها لنفسه. نعم. وهو يعرف وين المفتاح لما يجي وقت المعلومة ويبي يستذكرها وقت الاختبار سهلة. مثلا نفرض أنه مثلا يحب مادة الرياضيات، زين، يحطها مثلا على مجسم معين. عاد اخترت هي المادة اللي ما يحبها 90% من الطالبين. لا، لو حطوها على شكل مع الرياضيات، لا لو حطوها على شكل حسابات او حطوها على شكل بنوك، ليش ما اعطيه مثلا ماده الرياضيات على سبيل المثال؟ وللامانه هذه التجربه انا جربتها شخصيا. نعم. مع اولادي في البيت، اخليه هو مدير بنك وانا موظف عنده. فانت المدير، عطني، خلني نتبادل الادوار. نعم. تبادل الادوار من الاشياء المبدعه اللي يبدع فيها ابنائنا بشكل عجيب. نعم. وايضا تحسسه بالشخص اللي قدامه. يعني بدل ما الام او الاب حس انه لا قيمه، يصير قنبله موقوته، كله يصرخ كله يصرخ كله، او يتبع اي سلوك معين. لا، بدل الدور، خليه يشعر فيك، خليه يحس فيك. نعم. اعطى دور المهم، اعطى دور المسؤول، خله هو مدير بنك مثلا لنفرض ماده الرياضيات. انا ما اعتب على الطلبه صراحه، دائما عتابي على الاسر وطرق تعاملهم وطرق تشجيعهم وطرق الثناء على الأبناء بحيث أن يعطونهم الثقة، يعطونهم الشجاعة، يعطونهم القدرة على الدخول في الامتحانات والتفوق بنسب عالية. يعني دائما صراحة يعني نحط الثقل كله أو أغلبه على الطالب، الأسرة، وللأسف هو قاعد ينحط على الطالب، هو المفترض ينحط على الأسرة. أي، هو المفروض يصير في تقسيمه وتقسيمة عدل. نعم. لأنه هما نعمة من رب العالمين. نعم. يعني متى ما حط ولي الأمر في باله أن هذه نعمة الله أعطاني إياها ومنحني إياها، غيري يتمناها. صحيح. لكن أنا هذه النعمة شلون أصونها؟ شلون أرتقي فيها؟ لوين أبي أوصلها؟ يعني فخور جدا لما أنا أقول مثلا فلان الفلاني، يفتخر الأب إذا كان في مستوى عالي، فهذا نتاجي. سلوك الآباء ينعكس على الأبناء. صحيح. وهذه قاعدة يعني مهمة جدا يعيها ولي الأمر. انت نتاجك شنو، انت شنو تصرفاتك، فهذا نتاجك. احنا نقول الحمد لله على كل ما انعم علينا رب العالمين. اذا عندك اقتراحات او نصيحه تنصحين فيها الاهالي او حتى الطلبه، استاذ احلام، في نهايه هذه الفقره شو تقولين لهم؟ بالنسبه للطلبه، اتمنى ان ربي يوفقهم ان شاء الله في الاختبارات. عليهم واحرص انهم ينظمون الوقت باعتدال، يحطون اوقات للدراسه واوقات للوناسه. ولي الأمر، أتمنى أن الله يقر عيونهم بعيالهم ويشوفونهم بأعلى المراتب، وشاكرت لكم حسن الاستضافة. آمين إن شاء الله. ساعة المباركة، يعطيك العافية أستاذ أحلام راشد الشمري على هذه الفقرة الجميلة، واللي نتمنى يعني بصراحة التوفيق لجميع طلبتنا في الامتحانات. عسى الله يوفقهم ونشوفهم دائما متفوقين وناجحين. أشكرك جدا. مشاهدينا، انتهت هذه الفقرة، عندنا الفقرة الثالثة، ولكن بعد الفاصل خلوكم معنا.